انت فهميني شو مشكلتك؟ الحافات عند المنجد ولا الاغباني ما لحقتوا تشتروه؟ بلا غلاظه، مو هيك القصه. بس نحن التهينا بقصتك وبمرض خالق مصافي وما لحقت اشتري شيء. يا حبيبتي لسه في معنى وقت، لسه معنى اسبوع منروح البيت ومنظبطه ونشوف شو ناقص ونشتري. باسبوع عم يطلعوا بنايه، ما راح نلحق نشتري لك الكنظره. طيب بس استنى لحتى تتحسن شوي الخالق مصافي. حبيبي زواجنا راح يساعدها بانه تتعافى، انا بعرف امي. عنيد مثل ما بدك. ما بيطلع لنا نفرح لنا شوي؟ معك حق. خلص الاسبوع الجاي نتزوج. تعرف كثير عم بستصعب هالكلمه. معك حق، بس يلا شوي شوي بنتعود عليها. الأهم شيء يوم تقولي لأهلك إنه يوم الخميس هاي رح جيب العرابة وجي آخذك، أوكي؟